تنفس تنفس يرحم امك. جلدنا والله يا عيال، والله جلدنا جلد، جلدنا جلد مو طبيعي يا اخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمرو وسام من قناة بيس، رجعت لكم بحلقة جديدة وفيديو جديد. شو اخباركم يا عيال؟ ان شاء الله تكونون بخير واحسن حال يا رب. طبعا يا اخوان، ان شاء الله انا راح ارجع انزل فورتنايت، وراح احاول اتدرب عليها ان شاء الله عشان اسعدكم في حلقات فورتنايت كذا، لان بصراحة ما بي يعني ازعل احد، لان في ناس يطلبون مني فورتنايت. فهل تشوفون اني اتدرب على فورتنايت ولا لا؟ اتمنى من الجميع تحت يكتب لي في الكومنت اذا تبوني كذا يعني انزل حلقات فورتنايت ولا لا، ويعني اذا شفت كذا في تفاعل راح اعرف انكم ايش تبون فورتنايت. ما بيطول عليكم، خلونا ندخل على اللعبة. بس قبل ما ندخل لا تنسى تضيفنا على موقع التواصل الاجتماعي، بيطلع لك السناب هنا وبيطلع لك الانستغرام هنا، ولا تنسى تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. طبعا يا اخوان اللعبة زي ما انتم شايفين اسمها دارك هارفست، لعبة عبارة عن كيف ديد باي ديلايت، نفس الطريقة لكن فيها اسلحة، عرفتوا كيف؟ فانت عبارة عن اللي هو السيرفايفر اللي لازم يخلص 3 تورات ويهرب قبل ما ايش الهنتر اللي هو الصائد يقتله، عرفتوا كيف؟ لعبة فيها كمية حماس، خلونا ندخل مع بعض ونشوف كيف الحماس راح يكون فيها. لساتني ليفل 1 سلتان بوكلب زبدة. قبل ما ندخل لا تنسى تلبس سماعاتك وتجيب لك شغلة تنقنق عليها وتعطيني اللايك وادخل معي الجو يا مدير. بسم الله على بركة الله. طبعا يا اخوان اذا شفت عليها لايكات كثيرة راح انزل عنها حلقة ثانية، راح اشوف كذا يعني اذا شفت على 35 40 لايك راح اعرف انكم متحمسين للعبة وانزل عنها حلقة ثانية وثالثة ان شاء الله. طبعا انفايت فريندز ماني ما الحالي حبيبي. مديرة هنا الحالي شو يقول هنا؟ اوكي هنا سكنات، اوكي خلنا نشوف سكنات. بدأ اللعبة على طول يا الغالي، خلونا ندخل على اللعبة. اوكي هنا يفهمك ايش لازم تسوي، لازم تجمع الباور كورز وتحطهم في ال في شو اسمه التاور يعني. اوه يمدينا اغير الشخصية؟ لا لا حبيبي، يلا دخلوا دخلوا يا عيال دخلوا دخلوا اللي معانا حماس. شوف نقزت كذا اقول لك. طبعا هذه الاشياء طبعا يا اخوان مو عشان تطلق فيها على الهنتر، الهنتر ما يمديك تقتله، بس هذه عشان الاشياء اللي يطلعها الطيارات اللي تقتلك، الاشياء هذه يمديك تطلق عليها وتكسرها يعني، عرفت كيف؟ طبعا الشخصية اللي عجبتني هذه كذا جامدة، قايل لكم انا الانسان اللي كذا يحسسني ان شلون اقول لكم الله بدت اللي يحسسني انه كذا غامض يعني، احب هذه الاشياء. ذا ستاند بلود، يلا بدا يا الغالي بدا. الله اكبر، يلا ليتس جو بيبي، تعال تعال انتظر بس شوي. ماكس اوف كور، او ماي جاد الهنتر دخل يا عيال، يلا ليتس جو الغالي. بسم الله الكلر طلع يا عيال، يلا بسم الله. شافني شافني الغالي، او ماي جاد. احنا لازم نجمع في هذه شايفينها A و B و C، تمام؟ لازم نجمع اللي هو الكورس اللي هو خلينا نقول الدم. ايوه ايوه run away. هذا وسخ، هذا شغال جلد فينا. وخر لجلدك وخر لجلدك وخر لجلدك. Scavenger down. Oh my god. اقسم بالله ان جلده ذا يا عيال. لو امو. طيب وين البرج؟ البرج يا الغالي. 5 minutes remaining. Oh my god صيد لي. A golden crate has spawned. ضع
ما بيركض بنفس الطريقة. جلدنا. لا هذه تكشفنا يا عيال المشكلة. كيف العيد صيد لنا. بسرعة عبي. اطلع شافنا يا عيال، هذه كل شوي تطلع، اقسم بالله عيب. وربي هطل فيك هنا. اوه ماي جاد، جلدة والله، جلدة سكافنجر، جلدة اقسم بالله يا عيال. هذه ترجع كل شوي، هذه مشكلة والله. بسرعة عبي. يلا بسرعة. تنفس يرحم امك. جلدنا والله يا عيال، والله جلدنا جلد مو طبيعي يا اخي. ابي انزل انا. يا عيال ما هذه الزحمة يا ابوي. والله شايفني مصيدني الوسخ، مستحيل. شوف الجلده رفعني رفع، اقولك والله يقهر يقهر. Only one scavenger remains. جلدنا يا عيال في اول جيم، ولله الحمد والمنه. Oh my god. يلا بسم الله بدينا الجيم. ايه خلص. انتظر، خلنا عشك. يلا ليتس جو. اوه يمديك تبينهم في ال شو اسمه. اوكي يبينا الحين ايش؟ واخ بسرعة. اوه ماي جاد يا عيال، يا هو يلا خلصوا انتم بس. حماس سلت حماس، يخوف يا اخي والله، يخوف لما يبدا يلحق فيه. كيف يو ار ريفيلد؟ كيف شايفني يا عيال؟ والله كذبة، اقسم بالله كذبة يا شيخ. Wait till you see them. No. Four scavengers remain. Look at the top of his head. والله اللعبة ترفع الضغط والله. يلا another match. روح اللي بعده. Scavenger down. استهبال اقسم بالله يا عيال، استهبال ترفع الضغط. كيف شافني انا حاط شو اسمه البخار يا اخي؟ المشكله مساعدين شو اسمه الهانتر كثير، يعني شفتوا كم وحده تكشف؟ شايفين الطيارات اللي فوق دول الدرونز؟ هذول يكشفونك. شفتوا كم وحده؟ والمشكله اذا كسرتها يرجع يصلحها. خلاص يا بابا خلاص. يلا عبي. بس هذول الثنتين. يلا اوكي. بسرعة. اوه ماي جاد، كان راح يصيدني. بسرعة. بس ريح.
Scavenger Golden Crate bonus ended. Oh my god. Oh my god, في صواريخ انا شايف. Good job. يلا let's go. عبي 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 كفو 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 كفو. الى الان شغلنا كويس. تعال نهرب خوينا نهرب خوينا. تعال يا بعد شب. والله ربي لحوس فيك. اوه ماي جاد. شوفون طرد. ورب انه كفو ورب انه كفو. هيلني. اوه ماي جاد المسكين. اوه ماي جاد. اوه ماي جاد. وات طلقتين جابني حبيبي. شلني شل اقول لك. على كيفك توني طالع حبيبي. يلا هيل عبيه. ايوه يا اخي طول. Scavenger down. يا اخي طول يطول والله يا عيال يطول. The time has elapsed. Escape or die. وين اسكيب؟ وين اسكيب؟ بليز بليز. This is your last chance to escape. يلا سلام. Last scavenger standing. Blood quota set to 1. You escaped to death. فوقاني يا عيال فوقاني. Good job. كم والله. بس عشان اقول لكم هذا الجيم الثالث فيه على طول انا افوز. ايوه طيب راح نشتري هذه الشخصيه وراح نجربها في الحلقه الجايه باذن الله. هنا راح انهي الحلقه وان شاء الله انها تكون عجبتكم باذن الله تعالى. شباب اذا تبوني اكمل على هذه اللعبة اكتبوا لي تحت في الكومنت تمام عشان نجرب الشخصية الجديدة تمام ويمكن نجرب السكافنجر. انا بس حبيت ان سريع يعني بس ان اوريكم وش اللعبة. بس بصراحة اللعبة جميلة والله. بس الاحلى انك تلعبها مع ناس اخوياك يعني تلعبها مع اخوياك حلوة عرفت شلون. لكن اذا وصلت هذه الحلقه 30 او 40 من 30 الى 40 لايك راح اعرف انكم انتم تبون اكمل عليها وان شاء الله راح اكمل عليها باذن الله تعالى. بس ما عندي شيء اقول. لا تنسون دعمكم لايك سبسكرايب شير. كان معكم عمرو وسام من قناه تي بي اس. بيس.